اعمل ابتكر الأعمدة فقط. وفي عندنا عمود تاني، قوة النورمال. ماشي اوكي، هذه قوة النورمال. دي على الحمل اللي هو الديد هنا 365. خلينا نشوف على اللي تابس، اعمل سيليك او تي بصفة عامة، اعمل سيليك هنا وتي تختار كولومز. تي شو سيليكت اونلي، تي تعمل نظام الاكسير فورس، تعمل اوكي. دي 362، دي 365، الفروقات لا تذكر. ولو عاوز تجيب عاوز تختار البيم وتجيب الشير بعد كده بتختار الاف زد دي، لو كنت عاوز تجيب الشير. ماشي، الشير اللي هو هتلقاه على الكاميرات، يعني مثلا لو اخترنا دي اكتف والكاميرا التانية الصوت قلنا مثلا اكتف بلس، وتي عاوز تشوف الشير نتيجة التيت وتي تعمل ابلاي، اهو بيطلع لك الشير. ادي قوة الشير. هندخل بعد كده في مرحلة سريعة بس يعني على التصميم، بدخل في قائمة انا عاوز اصمم الحاجات دي كلها، تدخل في التصميم اختار الكود ACI 318 بالوحدات المترية او 318 بالوحدات SI. تدخل بعد كده على قائمة التصميم Design Code، معرف الكود تشيك بيم ديفليكشن بيعرف، اعمل تشيك عليها. دي تدخل بعد كده على Modify Concrete Material، تختار المودفاي بتاع الحاجات بتاعتك اللي انت ايه. انا مختار هنا الكود بتاع الامريكي جريد سي 4000، وهنا الريبار علشان يطلع بوحدات المليمتر ما يطلعش بالانش والحاجات دي، مختار ايه الجريد اوف مين ريبار، تقدر تتحكم فيها درجة ايه، بيديك المقاومة بتاع الاف واي الفيلد الحديد 40000، كلاس بي 50000، كلاس سي 60، وهكذا. شوف انت هتختار 60. ماشي، تدخل بعد كده في التصميم ديزاين كريتيريا فور ريبار. الحاجة الحلوة يعني بيديك التحكم في العناصر، فور بيم ديزاين المين بار، بتقدر تختار بعد كده كذا قطر انت محتاجه. والله في البيم اختار لي 16 واختار لي 12. ماشي، تعمل اوكي. طب انت بعد كده في الاستراب اي 10 والسايد بار 12، عندك بعد كده 4 سنتي الكفر. تدخل بعد كده في القلم زي ما احنا قلنا عاوز تختار 16، تعمل اوكي وهكذا. الكفر بتاعه 3 طبعا، في البريست ساين وفي الشير وول وفي ماشي. تيجي تعمل بعد كده ايه، تعمل اوكي. تعمل اكتف وول، تبدأ بعد كده في التصميم بيم ديزاين، تعمل بيم ديزاين، الراجل بيطلع يصمم. كلهم اوكي ما عدا واحدة هنشوفها ايه هي. تختار هنا تعمل علامة تشيك، معناها اللي انت عاوز تشوف العنصر ده موجود فين في الموديل. يطلع لك هنا الكاميرا الهيدن، خلينا نشوف ايه التفاصيل بتاعتها، هذا التسليح بتاعها. ماشي، شايفين يعني حاجة جميلة جدا،
أنا من رأيي إن دي أحسن من الإتابس كمخرج، يعني الإتابس مش بيديك القطاع والحاجات دي، فيه التسليح. بيقولك بعد كده الماتيريال بتاعتك الإف سي اللي هي دي والإف واي. طبعا أنا هنا إيه الإف سي مقللها قوي، 27، لو زودناها حتى لو يعني مفيش حد بيستخدم خرسانة 27، يعني أقل حاجة تستخدم حاجة و30 35، في ناس بتستخدم 40. ف بيقول لك القطاع اللي في المنتصف هذا التسليح اللي هو من فوق، بيقول لك من فوق في الهيدن 26 بي 16، تحت 18 بي 12. ماشي، تقدر طبعا تغير لو انت مش عايز 16 ولا 12. المهم التشيكات بتاعته، بص 9 9 9 9 9 ما عدا ايه، دي بيقول لك 1.3 في الميد، في الوسط التشيك معدي. ماشي، خلينا نشوف مثلا في الربات. ربات الراجل حاطط لك فوق 2.12 ومن تحت 3.12. اوكي، بديك كمان انت اللود كومباينيشن بتاعتك اللي هي رقم 3، حمل التصميم اللي هو فين. طبعا انا ايه في الربات اخلي الاحمال كلها بتيجي على الربات، بترمي احمالها على الهيدن، بترمي احمالها على الدروب. والاستيراب 2 في 10 كل 110، يعني كل مسافة بعيدة كل متر و10. موضوع بسيط، تدخل تاني على على دي، تعمل الجرافيك التسليح بتاعها من فوق 8 12 5 12. طب لو انا مش عاوز استخدم من فوق 12، عاوز استخدم اخطار تانية، زي ما قلت لك تقدر تتحكم. انت اخترت 12، احنا اخترنا 20 و12 و16، تقدر تتحكم يا باشمهندس في الاقطار. بتدخل هنا على قائمة الديزاين، وبتيجي تدخل على الموديفاير بار داتا، وبتختار بعد كده والله تعالى انت فين، تعالى في الكاميرا دي. الكاميرا دي هل انا استخدم لحد 20 في كله؟ بيقول لك هل عاوز تستخدم في كل السكاشن، في اتش اند، في السنتر، تعرف اي هو الكاميرا بيقطعها 3 في البداية وفي النهاية وفي المنتصف. ماشي، تختار عاوز تختار مثلا كام، عاوز تختار البي مثلا 16 ولا 16. كمان تقدر تتحكم في العدد بتاعك. لو انت عاوز تدخل الكلام ده، لو انت عاوز تدخل ايه، عاوز تدخل انت التسليح بنفسك طبعا، ده في التوب وفي البوتوم. لو عاوز تدخل على صفين هكذا، بتعمل الت، تعمل اد، ريبليس، تعمل كلوز، ترجع تصمم تاني. شوف الجرافيك بتاعها، ماشي. فبالطريقة دي تقدر بعد كده اللي انت تتحكم في التصميم وفي كل شيء. الكلام ده هنشوفه بالتفصيل، انا بمشي عليك حاجة سريعة جدا جدا. ماشي، بعد كده لو عاوز تيجي تصمم الأعمدة، الأعمدة تمام مفيهاش أي مشاكل، هات العمود بسيف، بيقول لك حالات التحميل بتاعتك ايه، بيقول لك العزم هي قد ايه، وقوة البي ألتيميت، كل حاجة هتيجي على العمود. بيديك التشيكات بتاعتك، يعني
بيديك كمان اللي هو الـ interaction diagram. ف يعني شكل جميل جدا يعني، بيتهيألي يعني أفضل من التابس في شكل الإخراج بتاعه، مش بيتوهك زي التابس بيجيب لك جداول ويكتب لك قوة، هنا لأ، هنا بياخدها معاك واحدة واحدة، بيشكلك أكسل، بيشكلك مومنت، الحاجات دي كامل الريشو بتاعتها، حاجة جميلة جدا جدا يعني أنا من وجهة نظري. خلصنا دلوقتي على على المايداست جين، يطلع لك بعد كده ايه؟ يطلع لك اللي الحاجات ادي البيم اللي انت سلحناها، وادي القلم، بديك القطعات والحاجات دي كمان ليها، على اساس اللي انت ايه بعد كده تقدر تصدر لبرنامج اللي هو الشوب دراونج، اللي هو مايداست دراونج فايل، في برنامج اسمه اللي هو الدراونج مايداست دراونج شوب، بيعمل لك اللي هو التفصيلات للقطاعات مع الحديد مع الكميات مع الحاجات دي، هنشوفها بعدين ان شاء الله. انا دلوقتي بصفة عامة حاجة سريعة جدا على البلاطة المعصبة، نيجي بعد كده هنعمل حاجة حلوة كده، تيجي تختار فايل اكسبورت، تختار الاولانية ماي داست جيم، انا مختارها، مختار دي، ماشي دي مختارها وجاهزة وكل شيء، اعمل سيف ريبليس يس اوكي، يطلع لك جدول للشغل هنا بتاعك. ده طبعا ليه قصة كبيرة جدا جدا معايا يعني، دي بالنسبة ده اهم، ده المفتاح يعني بالنسبة للتحويلات بين البرامج التانية زي التاب زي الريفت، علشان تقدر تحول للميداس. فالموضوع ده يعني موضوع طويل اوي 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 اللي انتوا شايفينه ده. المهم نيجي ندخل بعد كده هنا، نعمل فايل، نعمل امبورت، نختار الاولانية وبنختار دي، نعمل اوكي، بيقول لك اختار الشكل واختار الاحمال، اقول له اوكي كل شيء اختار، ادي بمنتهى البساطة ادي المقياس انجين جبتها. لو انت عاوز بعد كده نفس الفكرة بشمهندسين اللي شرحناها في المقياس جين، هي الفكرة اللي انت كنت اللي احنا هنعملها هنا، يعني الفكرة هي تيجي تدخل ادي القطاعات بتاعتك، الراجل مع الرفة، وادي الماتيريال بتاعتك ماشي، وادي السيكنس بتاعتك، شلتها. إيه لو عاوز انت تيجي تعمل ريليز للبيم دي، طبعا مديك البيم كاملة مفيش مشاكل ليها، اختارها، اعمل سيلكت اونلي، تيجي تقدر بعد كده بتيجي اللي انت ايه تعمل ريليز، بيم اند ريليز، هو الراجل مديها لك جاهزة زي ما قلنا، تعمل بند بند، تعمل ابلاي، اعمل لك الريليز، هدي اعمل لك في اول كاميرا وفي اخر كاميرا، في اول كاميرا عاوز تخفيه تدخل على القائمة دي، تختار هنا ريليز بس وتعلم على مصاب ماشي، والاحمال بيديك الاحمال وبيديك الجوينت وبيديك السبورت وبيديك كل حاجة. الاحمال لو عاوز تشوف الاحمال كمان عندك حالتين التحميل اللي احنا شفناهم، في عندك حالة هي الديد لود، واخد عندك السيلف ويت، اخد الراجل سيلف ويت، واخد بعد كده ايه البريشر،
ماشي، عاوز تظهر قيمة ال لو انت قصدي عاوز تشوف القيمة اللي انت مستخدمها. احنا مستخدمين 3.5 كيلو وشرحناها قبل كده، موجودة هي هنا نفسها. عاوز تشوف اهو، ادي 3.5. فالأحمال هي هي، واللايف رود هو هو، اللايف رود اهو اتنين ونص ماشي. بس انتبهوا في حاجة جابها، انتبهوا للسلفويت ده، شايفين الاتجاه بتاع السلفويت ده؟ خلينا نشوف السلفويت يعملوا مضافات. معرفه ولكن معرفه كشكل ولكن مش معرفه كقيمة. نفرض بنعمل سالب واحد على الزيت، شوفوا الشكل هيتغير ازاي. اصبر دلوقتي الشكل صح، شايفين شكل الاسهم هسه. دي حاجة مهمة جدا جدا، انتبهوا لها لما تيجي تصدروا من الميضاس جن للميضاس انجن، انتبهوا لها اول الجزئية دي. نيجي بعد كده على السريع كده للتحليل. طبعا انا بسبق الاحداث كده بالحاجات دي بس علشان الناس ايه طلبت واصرت في حكاية البلاطة الجوردة دي. تيجي تختار هنا الحالات بتاعتك اللي انت عاوز تعملها الديت واللايف. زي بعد كده هندخل وهنشوف اللي انت بتيجي تعمل تحليل بديلتا معاك، تشوف في الحاجات المتقدمة ان شاء الله. تيجي تعمل ابلاي هنا، بعد كده بتيجي تعمل ايه اناليسيس. اوكي، تحفظ الملف. يطلع لك هنا عمل لك الاناليسيس ريزلت. طبعا زي ما احنا قلنا الحاجة الجميلة اللي انت تقدر تنتقل لوضع النمذجة ووضع التصميم او التحليل. انا عاوز اشيل دي، مش عاوز السبورت تظهر، مش عاوز السيفو تظهر والحاجات دي ماشي، مش عاوز السبورت تظهر كمان. تضغط هنا بيطلع لك الوضع بتاعك، بتشوف بعد كده ايه هنمشي بيها على السريع. نفس الشكل اللي هو طلع في الميداس جن لو تتذكره، هو هو. شوف الوضع بتاعك هنا عاوز كام، عاوز بالملي، عاوز نتيجة الحالة ديت لو تتذكره كان. ارجعوا للفيديو وشوفوا لما شفنا الديسبليسمنت قلنا 2.7 سنتي، هذا نفس القيمة 2.7. تقدر تختار الحالة هذا اللايف الحاجات دي ماشي. طبعا بعد كده الرياكشنات، تختار الرياكشنات اللي انت عاوزها. هذا الرياكشن عاوز تظهر القيمة من هنا، تظهر بعد كده أقصى قيمة ولا إيه؟ تقول له قول لو تتذكروا لما قلنا اللي هي 365، تذكروا كويس هي هي 365 اللي هي في ميضاس جن اللي احنا لما قلناها اللي هي هتطلع 362 هنا في التابس ماشي. ادي الرياكشن، بعد كده المومنت. ترجع للوضع اللي هو الافتراضي هنا، بعدين هنا
هذا المومنت زي ما احنا قلنا بيندينج مومنت وبيديك القيمة دي. عاوز تشوف الفاليو بتاعتها تعمل فاليو ماشي. الوضع هنا خليه بالمتر. تقدر تشوف القيم بتاعتك في المومنت. خد المومنت على الريبات. لو عاوز تظهر زي ما احنا قلناها قبل كده، لو تتذكروا القيم هي 16 17 14 والحاجات دي. عاوز تظهر الشير بعد كده هاد الشير. ما عندناش بليت يعني والحاجات دي. بعد كده عاوز اجي في التصميم، بدخل في التصميم اختار اللود كومباينيشن. اللود كومباينيشن تضغط على دي تختار الكود بتاعك. بيديك طبعا هنا ايه انواع الحالات، السترينث، السيرفيسابيليتي، السبيشال سايزميك، الفيرتيكال سايزميك. تيجي تدخل تختار الكود بتاعك. انا عاوز الاي سي اي امريكان ستاندرد ماشي. تيجي تدخل بعد كده في الار سي قائمة هنا الريبار الماتيريال ستاندرد. هنا تقدر تختار بعد كده الاقدار اللي هتشتغل معاك. اوكي الكلاس زي ما احنا قلنا بخصوص الرتبة اللي شرحناها في المقدس جين كلاس A كلاس B زي ما احنا قلنا. بيقول لك ان البيم هتاخد الكلاس A اللي هو القلم. حد نشط لعبه الحاجات دي. تعمل اوتو جنريشن تطلع لك الحالات دي ماشي. تعمل اد زي ما احنا بيديك حالة تحميل بخصوص السترينث. السيرفيسابيلتي بيديك حالة الانفلوب. حاجة جميلة جدا جدا ماشي. الديزاين سيتنج طبعا انا بقولها تاني، انا اتسرعت يعني ودخلت في في الاحمال والتحليل والتصميم الحاجات دي كلها علشان ايه فكرة عامة وبسيطة عشان الناس سألت كتير. دي دخلناها قبل كده وشفناها. وتشيكن كنترول دي القيم دي حسب الكود التشيكات بتاعته. فلو عاوز تغيرها غيرها، ولكن الافضل انت تسيبها حسب الكود مدام اخترت الكود. لو انت هنا عاوز تدخل ريبار ارج اللي هو الترتيب الارنجمنت، والله عاوز تقول له مثلا ان البيم الكفر بتاعها هنا بيديك 4 سنتي. هنا بيقول لك ايه المسافة بين الطبقات. لو عاوز تعمل طبقات حديد بيديك 2.5. للمين ريبار بيقول لك القدر 5. طبعا محدش هيستخدم 5، هو وضع كده بيحطه. بعد كده بالتصميم بيختار. طبعا عندك الاقدار كلها اللي انت عاوزها 16 20 وهكذا. بتقعد تختار كل شيء ماشي. تيجي تعمل علامة الصح دي. تيجي بعد كده لو عاوز ايه في قائمة الديزاين، لو عاوز تعمل ديزاين جروب اوتو جنريت ديزاين جروب، الراجل بيقول لك اعمل لك حاجة جميلة جدا جدا اللي هو القطعات المتشابهة بيعملها في الديزاين جروب مع بعض. عمود متشابه مع عمود نفس القطاع بيديك جروب واحد. الرب هيعمله جروب. الكاميرا الساقطة الهيدن بلان الهيدن بيم تي تعمل اوكي. بيقولك اوكي
نجحت عملت لك 144. الفيل زيرو معناه اللي هو ايه؟ يعني مفيش اي شيء خطأ. ترجع تاني عاوز تشيل انت، مش عاوز تشوف الشكل اللي هو الشكل ده، ترجع هنا بعدين بترجع هنا، بتيجي هنا في ال في دي، بتيجي بعد كده بتختار اللي هو الايه الديزاين جروب وبتشيله. بتيجي تدخل مثلا هنا ايه بتشيله عادي. بعد كده بتيجي تدخل لو عاوز احنا لسه في قائمة الديزاين، منبر باراميتر، منبر باراميتر، تيجي تختار هنا، بتعرف له القطاعات، بتقول له ان ده بي، ان ده بيم والحاجات دي. ترجع هنا للقائمة هنا، تيجي مثلا بتيجي تعمل له دي، تعمل له سيلكت، ده بتقول له ان ده بيم، اعمل اوكي. لو او عاوزين افضل اللي هي تتعامل بالسب بيم، مش هتفرق ما دام لان عملت لها ريليز يبقى هو خلاص خدها سب بيم. لو ما عملتهاش ريليز اعملها ايه، اعملها سب بيم، بس احنا عاملينها ريليز. عاوز تاخدها سب بيم عادي، عاوز تاخدها بيم مش اوكي. بعد كده اجي في الاعمده، اجي اختار الكولوم ماشي، واجي اختار تاني بعد كده جيب لك 6، اعمل سيلكت بلس جيب لك 7، سيلكت بلس جيب لك الأعمدة كلها، واجي اعمل هنا ماشي. اختار بعد كده البيم التاني. الكلام ده انا بعمله ليه؟ يعني زيادة تأكيد لو انت وانت بتعرف النمذجة، عشان عملنا تحويل من موديل ممكن القطاع ده ما يكونش معرفه بيم، معرفه كلام، فزيادة تأكيد. ولكن لو انت عامل من البداية نمذجة في البرنامج ومعرف كل شيء لوحده مش لازم تختار دي. سيلكت تيجي تاخدها ايه، تاخدها بيم، تعملها تاني سيلكت، تعملها اوكي، تيجي بتعمل ده سيلكت اونلي، تعمل انت معرف كل شيء. لو عاوز تعمل تعرف قطاع زي ما احنا قلنا، فرضا انا عاوز اختار مثلا اختار شوية، انت مختار هنا بيم، عاوز اختار عمود اعمل قلم ماشي. الراجل بيقول لك القطاع بتاعك اهو، عاوز تقدر زي ما احنا قلنا في الميضاس جن، عاوز تظبط الامور، واخد لك 24، عاوز تدخل انت حديد براحتك، تقدر تدخل الحديد وتقدر تدخل اللي هو الكانات وحديد الشرينكينج بار او السايد بار والحاجات دي. ودي الكفر بتاعك عاوز تاخده 4 اوكي. عاوز تاخد هنا 4 صفوف ماشي. عاوز تاخد بالطريقة دي، يعني الموضوع ده بإذن الله احنا هنشرحه بعدين. عاوز تاخد اللي أصبحت هنا كان وهنا كان وهنا كان، عاوز تزود هنا الكنات تخليهم 5، أصبحت فرع فرعين 3 4 وهكذا، بتقعد ايه والحديد. فبتختار بعد كده ايه، تختاره بعد كده ايه، عندك اختيار هنا تختار نفس القطاع
نفس القطاع، هو يعني لو كذا قطاع تعملهم نفس التسليح، اوكي السيم جروب، شوف اللي هو يعمله في السيم جروب، اللي هو اكيد عمل جروب خاص بيه لان قطاعات مختلفة. اوكي السيم ستوري وجروب في نفس الدور، لو انت عاوز تعملهم في دور، في دور معين عاوز تعمل التسليح ده. طبعا احنا هنا سقف واحد، اعملهم ايه سيم سيكشن سيم جروب، مش هتفرق اي حاجة، وهكذا بتقعد ايه تدخل في البيم برضه، بتسلح البيم والحاجات دي. تدخل بعد كده ايه في ال الديزاين كيس، بيديك حالة التحميل بتاعك، بيقول لك ادي عندك تصمم الجروبات بتاعتك دي، وادي حالة التحميل، بتعمل له ايه، تعمل له علامة صح كده، تختار بعد كده ايه الران ديزاين دي، بتختار الريبار اوتو ارينجمنت. فاكرين احنا لما دخلنا في التصميم ودخلنا في وشفنا الاعدادات تحت البرنامج، لما قلنا في الكفر في الحديد والحاجات دي، لو انت عدلت والحاجات دي وظبطت الارينجمنت اختارها، لو مش عاوز تختارها اوكي خلاص. جاتلك الرسالة دي، أنا كنت قاصد إن الرسالة دي تظهر، لأن الرسالة دي ظهرت لي قبل كده، كانت عندي مشكلة، معناها إن التصميم فشل. الرسالة دي سببها باشمهندسين، لما يعني فيها عندي حاجة غريبة يعني في دي تتعلق بالماتيريال، لما دي بتحصل، لما دي تستورد من المايداس جن للمايداس انجن، وانت لازم تدخل هنا وبتروح تشوف الماتيريال، دي مشكلة ماتيريال، لازم تدخل في الماتيريال هنا، هذا الماتيريال دي تعمل موديفاي، يفضل اللي انت ايه تختار ماتيريال تاني، ماشي. هنعيد التصميم من جديد، هيعمل التصميم والتحليل مع بعض لأن هو لغى النتائج، هعمل اوكي. طبعا توتال وارنينج زيرو، مفيش اي حاجة، تمام. هذه في الديزاين،